النهارده بنحتفل بالذكرى ال 35 لتحرير سيناء ارض الفيروز، والحقيقه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران الكريم وكرمها بعد ما مر عليها وعاش فيها انبياء زي الخليل ابراهيم والصديق يوسف وكليم الله موسى والسيد المسيح عليه السلام. طبعا سيناء عزيزه على قلب كل مصري لان تاريخها حافل بالامجاد والبطولات، كل حبه رمل فيها روتها دماء المصريين في وقت الحروب وعرقهم وجهدهم في اوقات السلام. فبعد ملحمه 73 اكتمل النصر بمعركه المفاوضات، لولا انتصار 73 ما كانش ممكن ابدا ان المفاوضات تفضي لمصلحتنا وترجع لنا ما تبقى من ارضنا. في 25 ابريل زي النهارده ولكن سنه 1982 رفعت مصر علمها على كل اراضي سيناء. واستكملنا بعد كده معركتنا الحقيقة السامية أو السلمية عفوا في المحاكم الدولية لغاية ما استعدنا آخر جزء من سيناء وهو طابة، ده كان في مارس 1989. الحقيقة سيناء مش مجرد مساحة كبيرة بس من الأرض أو موقع جغرافي بيتحكم في 30% من سواحل مصر على البحرين سواء الأبيض أو المتوسط، لكن الحقيقة هي كلمة السر والعنصر الحاسم في التاريخ والمعبر ما بين أكبر حضارات العالم. طبعا زي ما قالت نرمين ان السواحل في سيناء بتطل على البحر المتوسط كمان على البحر الأحمر، إذن سيناء هي أو معناها شريان قناة السويس. مدن جميلة في سيناء زي العريش، شرم الشيخ، الطور، دهب، راس سدر، سانت كاترين، نويبع وغيرها. ورغم أن الدولة يمكن بتخوض حرب كبيرة لمكافحة الإرهاب إن شاء الله ننتصر فيها، ولكن زي ما في إيد بتحارب كمان في إيد تانية بتبني بتشتغل على تنمية سيناء، واللي بتعتبر بالنسبة لمصر هي معركة العبور القادمة. يمكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي في سيناء من معارك ما زالت مستمرة من جماعات إرهابية مستوطنة في المناطق الوعرة كانت نتيجة إهمال لسنين طويلة للتنمية في سيناء. بنتمنى أن الفترة اللي جاية يبقى فيه تنمية في المدن السيناوية المختلفة. الإعجاز اللي تم في العبور، وطبعا العالم كله وقف يتفرج ايه الحكايه اللي بتحصل دي، حتى اليهود نفسهم قالوا ده خط ماجينو اضعف من الخط ده ولا يمكن عبوره. فاتفاجئت جميع الدول اللي بتساعد اسرائيل، انجلترا، فرنسا، امريكا، كل ده جاله انبهار، بزائد طبعا الخدعه بتاعت الرئيس السادات الله يرحمه ان ما حدش كان قادر يصدق ابدا ان هو ممكن يعبر بالجيش الناحية التانية مع عزيمة المصريين طبعا وكفاءة المهندسين. وفكروا ازاي يسدوا، كان فيها أنابيب بتنزل نقال، هو قال لك مفيش قشاية تعدي، اليهود كانوا بيقولوا كده قبل الحرب مفيش قشاية تعدي قناة السويس لأنه عنده أنابيب نقال، المصريين دي هتولع لو حد يوقف. طبعا البحر الصعقة بتاعتنا والضفادع البحرية نزلت قفلت هذا الكلام، وطبعا المهندسين وأفكارهم الهايلة اللي نزلوا الساتر الترابي بالميه منه فيه يعني. وطبعا الروح المعنويه بتاعت الناس، وحتى رغم السلاح الغير متطور انما كان كله يعدي زي الاسود ما شاء الله، وعبروا الناحيه الثانيه في اقل من 6 ساعات. اذكر ان احنا كنا بنندفع في القوارب، والقوارب كانت مرقمه ومعلم اماكنها ومحدد لكل القوارب من سيركب فيه وايه حجم المعدات اللي ممكن تركب في القارب الاول وفي القارب الثاني. وكانت سواء الضباط او الجنود بتتنافس على ان مين يركب حتى ولو اختل الترقيم اللي الناس عايزاه، بتتسابق. طب هو اذا كان المراكب هتعبر مع بعضها والفرق الاول من الثاني ثواني، او الموجه الاولى من الموجه الثانيه الفرق 3 دقائق، انت بتتنافس على ايه؟ ما احنا هنوصل السطر الترابي كله مع بعضه وسنتسلق وكلنا معا. ولكن انا بقول لك هذه هي الروح السائده، روح المصري البطل. احنا بدانا اعاده القوات الجويه بعد نكسه يونيو على طول في نفس اليوم. اطلعت طائره عسكريه حملت طيارين وفنيين وذهبت الى الجزائر بعد اتصال عبد الناصر بومادين واحضرت جميع المقاتلات الجزائريه ثالث يوم الحرب. المجهود اللي كنا بنبذله عشان اعاده بناء القوات المسلحه
وكانت الطيارات بتخش الخدمة على طول. وتفتكر سيادتك وتعلم ان بعد 40 يوم من نكسة يونيو يوم 14 و15 يوليو 67 قامت القوات الجوية بتدمير كل التشوينات الإسرائيلية اللي كانت استولت عليها شرق القناة، وقتلنا منهم كتير في هذين اليومين. فعايز اقول لك بعد 40 يوم من النكسة قمنا بضربة قاسمة للقوات الإسرائيلية شرق القناة. كانت في حرب 73 الحرب الكيميائية قامت بدور كبير في اقتحام النقط القوية ضمن موجات العبور الأولى واستخدام قاذفات اللهب، كما نرى في الخلفية عند سيادتك دي صورة لقاذف اللهب. قاذف اللهب ده بيقدر أنه يقضي على المنشآت والتجهيزات والنقاط الحصينة، وكان الجندي لابد أن هو يقرب من هذه النقطة لمسافة 25 متر، وعلشان كده بيضحوا بأنفسهم فداء لهذا الوطن ولتحرير تراب هذا الوطن. بالإضافة إن احنا باستخدام صواريخ الدخان قدرنا نعمي عناصر الاستطلاع المعادية وأسلحته المضادة للدبابات، وقدرنا إن احنا نخفي قواتنا أثناء القيام باقتحام هذه النقطة من خلال إن احنا بنعمي عناصر الاستطلاع العدو وما يقدرش يشوفوا قواتنا أثناء الهجوم، وأيضا إخفاء الكباري اللي هي الهيكلية والخداعية كباري العبور. قدرنا ننصب 8 كوبري عبور تقيل و4 كوبري خفيف بالإضافة للمعديات، إزاي إن احنا نخفيها العدو لما يجي يستهدفها ما يقدرش يستهدفها بنيران منشنة. هو ده كان دور الحرب الكيميائية في هذا الإطار في حرب 73. طبعا بنشكر زميلنا مراسلنا من محمد أبو شنب، ويعني بنشكرك على التقرير الجميل ده يا محمد.